حبيبي إن شاء الله فرصة لو طالب من الطلاب كان معانا ونسي البلاغة، وفرصة لو طالب بيراجع أو وقع منه دروس، لأن بلاغة أولى ثانوي وتانية ثانوي هي الأساس لما هو قادم. فالله يبارك فيكم، الكلام مهم جدا جدا، نخلي بالنا. احنا النهاردة عندنا ثلاث أجزاء، عندك علم البيان، التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، عندك علم البديع، الطباق، المقابلة، الجناس إلى آخره، برضو علم المعاني، الأسلوب الإنشائي الخبري، والإنشاء الخبري لفظا إنشاء معنى، عندك القصر، عندك التوكيد، عندك الإيجاز، الإطناب، الأساليب. ربنا عز وجل يعني فرصة، معلش ما تضيعهاش، هتتعب شوية بس بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله هنستفيد. نبدأ كده نتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. أولا حضراتكم بنبدأ كده إن شاء الله، بسم الله، الصور البيانية همر عليها بسرعة. الصور البيانية يعني تشبيه، استعارة، كناية، مجاز. التشبيه، التشبيه حبيبي له أربع أركان. المشبه غالبا يكون في الأول، أحيانا بيجي في الآخر، هنشوف. الأداة زي الكاف، كأن، مثل، أو يشبه، فعل يعني، أو يحاكي. في مشبه به وفي وجه الشبه. في بس ملحوظة عشان الطالب ما يتوش مننا، وجه الشبه إما يكون جار ومجرور بحرف الجر فيه، ولازم يتضمن صفة في المشبه به، هوضحها لك، أو تمييز. وجه الشبه إما أن يكون جار ومجرور أو تمييز، هنشوف. بس الجار والمجرور يكون بحرف الجر فيه. أولا التشبيه المفصل. المفصل عندنا حبايبي أربع أجزاء، لازم يكون أربعة موجودين، أربعة على أربعة، يعني مشبه، مشبه به، الأداء، وجه الشبه. أما يتقال لك المؤمن كالبدري في الإشراق، المؤمن ده المشبه، الكاف دي الأداء، البدري مشبه به، وجه الشبه قدام سعادتك عندنا في الإشراق. رأي حاجة لو سمحت، أنا ما قلتش لسيادتك المؤمن كالبدري في السماء، لا، أنا بقول لك المؤمن كالبدري في الإشراق، فأنا بجيب صفة من المشبه به، الإشراق. ما بقولكش يا ابني يا حبيبي محمد كالأسد في الغابة، لا يا ابني، لا، أنا بقولك محمد كالأسد في الشجاعة. فلازم وجه الشبه يكون بيأكد صفة في المشبه به، اللي هي الإشراق، أعطيها للمشبه. المؤمن كالبدر إشراقا، المؤمن المشبه، الكاف الأداء، البدر مشبه به، وجه الشبه إشراقا، تمييز. حبيبي المجمل بيكون 3 على 4، إما إن أنا بوقع يا الأداء يا وجه الشبه، لازم 3 أركان. العالم ده المشبه، سراج، مصباح، أمتي في الهداية. أنت عارف إن السراج المصباح بنهتدي به، لما يكون الجو ضلمة بنور المصباح. هنا في 3 أركان، العالم، سراج، أمتي في الهداية، وجه الشبه، الجار والمجرور بحرف الجر فيه. أنت بدر حسنا، فقدنا الأداء، أنت كالبدر، شال الأداء، أنت مشبه، البدر مشبه به، حسنا، وجه الشبه، مجمل. أكثر انتشارا حبيبي ولادي وبناتي إنما هو البليغ، وللأمانة البليغ له صور كثيرة، أشهرها المبتدأ والخبر، المضاف والمضاف إليه. تعال بص يا سيادتك، الماء فضة لامعة، العلم نور. هذه أو هذا تشبيه، انت جبت الشخص الذات، العلم نور، محمد اسد، ما تقولش استعارة، لكن لو جبت الصفة تبقى استعارة، زي ما هنقول محمد، او اقول العلم ينير، كالمصباح ينير، لكن العلم نور، محمد اسد، الصبر ضياء. ساعات بنقلبه، بنسميه تشبيه مقلوب، نور العلم، بجيب المشبه وراه والمشبه بيه قدام، زي نص المساء اللي خده معنا او ما غيرنا من الاساتذة الافاضل، عبث طوافي، طوافي عبث، ساعات بيتشقلب، وده كتير جدا جدا. بص يا باشا، او نور العلم، ضياء الحق، اصلها الحق ضياء، لكن قلبها بقى ضياء الحق، الحق ده مشبه، الضياء ده مشبه به. يا ولادي حبيبي، اذا اما يجي مبتدا وخبر انت اسد هكذا، واما بعكس العلم نور، مبتدا وخبر او نور العلم. ساعات بنجيبه مثلا المفعول المطلق، اقول هجمت على العدو هجوم الاسدي، ده مش تمثيلي، هذه صوره المفعول المطلق، ابنائي وبناتي، ده بيكون برضو بليغ، فنخلي بالنا برضو. لما انا اسمعك حاجه مهمه، في حاجه اسمها التشبيه المنفي.
أو محمد ليس كالأسد، عادي جدا جدا، هذا تشبيه منفي، أشبه محمد بأنه ليس كالأسد. فدي أمور ممكن تسمع في التشبيه. إذن التشبيه إما يكون قدام سيادتك بهذه الصورة مفصل أو مجمل أو بليغ. قد يكون تمثيلي، وده قليل شوية في ثالثة ثانوي. التمثيلي أنا بشبه جملة بجملة، قال الشاعر يا مصر يرعاك الإله، جملة كما رعى تنزيله من كل عابث ودخيل، بيشبه حالة بحالة، حالة رعاية الله عز وجل لمصر بحالة رعاية الله عز وجل للقرآن الكريم من كل يد عابثة. يبقى التشبيه التمثيلي بيكون جملة بجملة وبيكون واضح. حبيبي لو سمحت، ادي اللوحة قدامك، ثبتها براحتك خالص، اقرأ، دي مراجعة، وانت ربنا يحفظك، يعني ان شاء الله يكون عندك متسع من الوقت. اللوحة الثانية، الاستعارة. حبيبي بعض ولادنا، ودول كتير، بقول لك انا احيانا ما بعرفش افرق او الاستعارة مكنية ازاي، تصريحية ازاي. النهاردة ان شاء الله الفرصة في ايدينا، بس انا بقول لك لو سمحت اتعب معي شوية. الاستعارة هي عبارة كما ترى عن مشبه ومشبه به. قبل طبعا ما اعرض لك ايه الشاشة حبيبي، عبارة عن مشبه هكذا ابنائي ومشبه به. الله يعزك انتبه لي يا ابني حبيبي، ابنائي وبناتي لو سمحت، لو انت حذفت يا ولادي، خلي بالك والله يبارك فيكم، لو انت يا ابني حذفت قدام سيادتك هكذا المشبه وصرحت بالمشبه به، تبقى ليه قدام سيادتك استعارة تصريحية. طيب بص يا حبيبي من فضلك كده، ادي مشبه وادي مشبه به هكذا. يا ابني يا شباب، لو سيادتك حذفت المشبه به ده وجبنا صفه من صفاته تبقى استعارة مكنية. ادي بأبسط معنى س م. يا احبائي، الاستعارة التصريحية حذف المشبه ونصرح بالمشبه به. وقف على المنبر أسد، خطيب كالأسد، مشيت الخطيب. أما الاستعارة التصريحية لا، المكنية أنت بتشيل مشبه به وتجيب صفة من صفاته، والصبور هتوضح أوي أوي. بص يا فندم كده، ابدأ كده معنا، نبدأ أولا كده. أولا قدام سيادتك الاستعارة التصريحية، شوف كده، هذا تشبيه حذف منه المشبه. اتفضل كده الصبورة، أكيد شايفها، راجع أكد المعنى، أبص حذفت مين يا ولدي؟ المشبه. صرحت بمين؟ بالمشبه به. طيب يا مستر تدينا أمثلة، أنا هجيب لك أمثلة من المنهج اللي أنت خدتها. قال شوقي أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. عشان كده قلنا أن دراسة النص المقرر ولو قراءة يفيدك. البلابل هو قصده مين يا أخوان؟ قصده والله أن الجماعة المصريون دول كالبلابل. ادي قدام ساعتك المصريون بلابل، مش كده يا اخوانا؟ عظيم. هو شال مين يا رجاله؟ شال المشبه. زي بالظبط هنشوف كده مع بعض بهدوء خالص. بص يا فندم، ادي المصريون بلابل، هو شطب مين؟ المصريون، وصرح بمين؟ بالبلابل استعاره تصريحيه. الدوحة اصلها مصري، مين؟ دوحة، حذف مين؟ مصر، تصريحيه. الطير الأجانب، أصل الأجانب طير، حذف مين؟ المشبه، صرح بالمشبه به تصريحي. مثال تاني، قال خليل مطران إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها، لو قدر هواء الأسكندرية يداوي الجسم أي يلطفه النيران طيب هوائي. النيران أصل الأشواق نيران، شوف فكرة سعادتك براحتك، الأشواق نيران. طيب هو في قلبه أشواق ولا في قلبه نار ولا أشواق؟ أشواق، حذف المشبه كما ترى، صرح بالمشبه به، هي استعارة تصريحية. شوف سيادتك كده حاجة تانية، قال شوقي وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحة أو عالج جرحة. طيب هو شوقي فعلا كان عنده جرح ولا قصده سيادتك آلام الغربة؟ بص المشبه آلام المنفى، آلام الغربة جرح، حذف آلام المنفى، هذه استعارة تصريحية. إذن أحبائي تخليك شاطر، لو حذف المشبه صرح بالمشبه به، هي استعارة تصريحية. قال الشاعر قد حملت السراج للناس والكون غريق في ظلمة وخمود. يعني بيتكلم عن الوطن، ان احنا حملنا السراج الضياء لكل الدنيا، هي اصلها الحضارة سراج، حذف المشبه صارت عندنا استعارة تصريحية. احبائي فرصة ما نضيعهاش، يبقى من النهاردة لو اي حد بيشرح لك بتقرأ وقال لك تصريحية، قل له تعالى أين المشبه المحذوف؟ الشاشة قدامك، حقك براحتك، حطها قدامك، اسمع مرة
اثنين ثلاثة، الدنيا مفتوحة لك في المراجعة، لأن الهدف الأساسي أنت، ربنا يحفظك وأنت يا بنتي، بحيث ربنا يكرمك في البلاغة. حبيبي قال التصريحية ماشي، الشاشة قدامك ثابتة اهي. طيب المكنية، أحبائي الاستعارة المكنية مش كده بقى، لا أنا بحذف المشبه به وأسيب المشبه وأجيب صفة من الصفات ده. طيب سلا مصر هي أصلها إيه؟ بص أصلها سلا مصر، أصلها مصر، أنا أقربها لك يا بالراحة، مصر إنسان، بص يا رجالة اللي قاعدين، مصر إنسان هكذا يسأل. المشبه مين؟ مصر. شبهنا بمين يا أبناء؟ بإنسان. أنا حذفت مين أبناء وأحبائي؟ أنا حذفت قدام سيادتك عندنا المشبه به، وجبنا صفة من صفاته، مصر تسأل. يبقى الاستعارة المكنية أنا بشيل التاني وأجيب صفة من صفاته. بص سلا مصر، بص يا فندم كده، سلا مصر صور مصر بإنسان المشبه به يا ولاد، يسأل. أنا حذفت من المشبه به وجبت صفة من صفاته اللي هي يسأل. سلا القلب نسي، هو القلب بينسى، أما تشبه أي حاجة بإنسان تبقى استعارة مكنية. بص القلب كإنسان ينسى، أنا شلت من الإنسان مكنية. أسى الزمن، أسى بمعنى عالج، أنا بجيب أمثلة منه من منهج الزمان، طبيب يعالج، إنسان يعالج، شلت المشبه به مش المشبه، لا المشبه به، شبهنا بإنسان وجبنا صفة من صفاته. شاكن إلى البحر، هو في حد بيشتكي البحر يا ولدي؟ لا، بص استعرى صور البحر كالإنسان اللي بيشتكى إليه، أنا حذفت من الإنسان وجبنا قدام سيادتك صفة من صفاته هكذا اللي هي الشكوى. يجيبني، استعر صور البحر كإنسان يجيب، حذفت المشبه به الإنسان وجبنا صفة من صفاته الإجابة، اسمها الاستعارة اللي المكنية. يبقى التصريحية بوقع الأولاني، إنما المكنية بوقع الثاني. الشاشة قدامك براحتك خالص، أكد حتى لو عارف أكد، تكرار العلم إقرار لي، والحل بإذن ربنا عز وجل هيثبت أخطر عنك إن شاء الله. بعدين قدام سيادتك عندنا الكناية، الكناية بأبسط معنى جملة لها معنى أحبائي الشباب، أي جملة تديك معنى قول كناية عن كذا. طبعا سر جمال الكناية كما ترى عندنا، إنما الإتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم. ممكن بس أطلب منك طلب بسيط، معلش بصري، كنا قلناها في الحصة الأساسية، إمتى أقول تشخيص سر الجمال؟ لو كان المشبه بإنسان قل تشخيص، لو شبهت الشيء العقلاني المعنوي. أسأل سؤال بسيط، إيه الشيء المادي؟ فكرت؟ اللي تبع الحواس الخمس، الشيء اللي تشوفه قدام عينك شيء مادي، اللي تسمعه مادي، اللي تشمه مادي، الذي يتذوق مادي، اللي يلمس. الكلام ده خطير جدا، لو شبهت حاجة بإنسان زي سلا مصر، شبهنا مصر بإنسان تشخيص، حاجة شبهت حاجة بجماد أو بنبات أو بحيوان تكسيم شيء معنوي، لو شبهت الشيء كما قلنا بجماد، شبهت حاجة عندنا بنبات أو بحيوان توضيح شيء معنوي، بشيء معنوي زي قلنا يا إخواننا عندنا هكذا كلمة كلمة أقول الحق عدل، ده الحق شيء معنوي والعدل معنوي توضيح. مادي بمادي، قلبي صخرة، القلب شيء مادي كالصخرة شيء مادي توضيح، معنوي بمعنوي، معنوي بمعنوي سر الجمال توضيح، مادي بمادي سر الجمال توضيح. عايز منك خدمة ورجاء، لو أنا يا حبيب قلبي شبهت الإنسان، أنا الإنسان بشيء مادي أو بشيء معنوي، سر الجمال بيكون فيه توضيح. إذا لو كان مشبه بإنسان تشخيص، شيء عقلاني شبهته بجماد أو بنبات أو بحيوان تكسيم، معنوي بمعنوي، شيء عقلاني بعقلاني توضيح، مادي بمادي توضيح، بس على الأقل خد فكرة عنها. الكناية، الكناية ممكن تبقى كناية عن صفة أو كناية عن موصوف. رأيت شيخا قد انحنى ظهره، انحنى ظهره كناية عن إيه؟ كناية عن صفة الشيخوخة والضعف. سر الجمال الإتيان بالمعنى، إيه المعنى؟ الضعف والشيخوخة. طب وما الدليل؟ إن ظهره صلبه انحنى. حبيبي أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، كناية عن صفة نكران الجميل أو الجحود، يعني أعتذر في اللفظ أبنائي لما أجيب حد وأربي على إيدي وأحسن إليه وأمدله إيدي العون، وأول ما بيكبر ها يعني كما قلنا يعض إيدي ينكر الفضل، بنا عمال أعلمه الرماية ضرب السهام، أول ما بقى قوي ضربني بالسهم،
ده بيت شعري بيتقال لنكران الجميل، حد انت عملت معاه معروف وطلع انسان خسيس. بقول له هذه العبارة: فلما اشتد ساعده رماني، كناية عن صفة النكران الجميل والجحود. بعد طبعا مصر بتتكلم بتقول: أنا إن قدر الإله مماتي الشك، لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، كناية عن صفة الذل والمهانة. يعني لا قدر الله، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن تضعف مصر لن يرفع الشرق رأسا بعد اليوم، كناية عن الذل والمهانة. في كناية عن موصوف شخص هكذا أو معنى زي مثل: وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. بنات الأهرام هذه كناية عن موصوف، ما أنا ما بنش امتحان ابني وبنتي، هقول لك اختياري زي ما أنت عارف، هقول لك كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن كذا، دي كناية عن موصوف بنات الأهرام الفراعنة. فيا أم اللغات عداك منا عقوق مساءة وعقوق جهل. أم اللغات اللغة العربية، كناية عن موصوف. يا أرض الكنانة، الكنانة دي جعبة السهام، كان زمان الفراعنة مع جعبة كيس كده فيه سهام، فمصر هي جعبة السهام أي فيها رجال وفيها أبطال أكفاء، فدي كناية عن موصوف وهي مصر. اللوحة برضو قدامك، ثبتها براحتك خالص، خد راحتك على الآخر، اقرأ مرة واتنين، هتعب مرة بس هستريح إن شاء الله بعد كده حبيبي. بعد هذا عندك المجاز. المجاز ده مشكلة وإن شاء الله بإذن الله يكون يسيرة. المجاز سر الجمال الدقة في اختيار العلاقة، ما تخافش إن شاء الله سهل. له علاقات بس العلاقة بتبقى عكس بعضيها. إزاي؟ هقول لك الجزئية، بعبر بالجزء بس أنا قصدي الكل. زي ما اديتك المثال، أنا رايح أتجوز بقول له: يا عمي أنا طالب إيد بنتك. أنا عبرت باليد وأردت الآنسة. جزئية. يقول شوقي: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق. شوف عبر بالفرق، عارف أنت الفرق بتاع الشعر ده وأراد الرأس، فأنا عبرت بمين؟ عبرت بالجزء. بص بص بص: رأيتك بجفني. استنى بقى، ده أنت قصدك رأيتك بعين، ما هو عبر بالجفن أراد العين، اسمه مجاز مرسل للجزئية، بعبر بالجزء بس أنا قصدي الكل. ما تخافش بإذن الله هتلاقي معك إن شاء الله مع الحل باستمرار هتلاقي الدنيا حلوة معك. في الكلية تبص يا فن ما هم مفرق، ذكر الجزء الفرق بتاع الشعر وأراد الكل الرأس. في الكلية زي ما اديه الأمثلة هكذا، قوله تعالى: يجعلون أو جعلوا أصابعهم في آذانهم. هو جعل الصبع كله ولا الأنامل؟ الأنامل، فعبر كما قلنا بالصبع ده وأراد الأنامل اسمها الكلية. زي ما قلت لك قبل كده في العبارة العادية بتاعتنا، واحد مثلا تعبان شوية مرهق لك: أنا جسمي كله مقصر، جسمي وقصده العظام. فإذا بنعبر بالكل ويقصد الجزء. حبيبنا احنا عندنا في حاجة اسمها السببية، أذكر السبب بس أنا قصدي النتيجة، عادي جدا. كقول القائل: رعت الإبل الغيث. هي الإبل بتاكل مطر ولا عشب؟ عشب. فلا ذكرت السبب اسمها السببية، زي لوالدي أيادي علي. أنا ذكرت الإيد بس أنا قصدي الفضل، أنا مش همشي وإيد أبوي على صدري، بهذا مجاز للسببية. في بقى المسببية، أذكر النتيجة بس أنا قصدي السبب، هو عكس بعضه كده. أديك مثال قبل ما أقول المثال ده كده، واحد بيذاكر جوه البيت والله، يعني بكرة عنده حمادة بكرة عنده امتحان، واقف بقى طبعا حال قرع ورابط دماغه وجدع، فين حمادة بيكافئ يا رجالة جوه الأوضة، وفجأة حمادة بيصرخ وقال: أنا نجحت. هو ما نجحش، هو قصدنا ذاكرت كويس، فذكر النتيجة النجاح وأراد المذاكرة، فأقول المسببية، ذكر النتيجة. ما هي المسببية؟ يعني النتيجة. زي قوله تعالى هكذا الآية قدام سيادتك: وينزل لكم من السماء رزق. لا هو بينزلش رزق، هو قصده ينزل مطر، فذكر المسبب أي النتيجة أن المطر يؤدي إلى رزق، يبقى هذا الرزق نتيجة للمطر، فنقول فيه عندنا مسببية، ذكر النتيجة. زي بالضبط هكذا يا إخواننا، عندنا إنسان محافظ على نفسه قوي 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 وعنده وقاية من المرض يقول هكذا أنا صحيح، يقصد به أنه خد كل الوسائل، ذكر السبب العناية. طيب بعده حضراتكم المحلية دي بقى مشهورة جدا جدا جدا. المحلية إن أنا أذكر المكان وأصلي اللي فيه، وده مشهور في ثالثة ثانوي، يكاد يكون في كل نص تقريبا مشهور. أقول لك: أحببتك بصدري. استنى بقى، يبقى أنا عبرت بالصدر أردت القلب، فأقول مجاز مرسل للمحلية. بلاش ما نروحش بعيد. قال شوقي: وسال مصر، هل سال القلب عنها؟ هو أنت هتسأل مصر ولا أهل مصر؟ أهل مصر.
اسمه محلية أو مكانية. خرجت المدرسة، انت أصدق الطلاب، ها نطقت المحكمة، انت أصدق القاضي، اسمها المحلية. في عندنا حاجة اسمها الآلية، الآلة المستخدمة. زي بيت شعر جميل جدا جدا، أما قبل ما أدي بيت الشعر أنا بخطب الجمعة، طلعت على الناس على المنبر بقول كده: أقنعت الناس بلساني. هو أنت أقنعت الناس باللسان ولا بالكلام؟ بالكلام، بس أنت ذكرت الآلة المستعملة وهي اللسان. ده اللي حصل من أحمد شوقي في المسرحية الجميلة بتاعته كليوباترا. الخادمة بتتكلم أو كليوباترا بتتكلم بتقول: أي نصر لقيت، هكذا حتى أقاموا ألسن الناس في مديحي وشكري. يعني كان في خبر شائع انتشر في كل مكان ان قالوا ان الملكة انتصرت عشان الشعب ينخدع، فالشعب كله جاي بيهني الملكة ألف مبروك بالنصر، فبتقوله أي نصر لقيت، هكذا أي نصر لقيت، نصر إيه؟ حتى أقاموا ألسن الناس في مديحي. إيه الآلة المستخدمة؟ اللسان. فنقول هنا آلية، اسمها الآلية تذكر الآلة، كما ضربت المثال أقنعت الناس بلساني أي بكلامي. في اعتبار مكان كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. أنت عارف سيادتك أن اليتيم بيبقى قاصر، يعني ملوش حقية التصرف، يعني لو في ولد يتيم يبقى في كفالة عمه أو غيره، لما يكبر في السن بقى راشد، بلغ بقى سن 21 كبر. فربنا بيقول: وآتوا اليتامى، باعتبار مكان اللي كانوا يتامى. إذا بنسميه اعتبار ما كان. لو تسمعني في العصبورة المشهور جدا جدا بصدق الجزئية والكلية والسببية والمحلية. حبيبي ده بنسميه قدام سيادتك علم البيان قدامك. حبيبي الصبر قدامك يا بالراحة، واحدة واحدة خالص. المحسنات احنا عندنا دي لازم تنزل مرة واحدة كده، وشو بقى سيادتك تصورها، تتصور جنبيها، انت حر مع نفسك، بس تاني رايحة فين؟ تعالي تعالي، ايوة تعالي. بص يا سكر، بص يا عسل توحي، خلي بالك المحسنات على الصبرة كلها. المحسنات ايه يا باشا؟ طباق، مقابلة، التفات، تورية، مراعاة نظر. هزبطك هزبطك ما تخافيش. في تقسيمة خدناها من قبل، نفس اللوحة دي، في محسن معنوي وفي محسن لفظي. خلي بالك المحسن المعنوي ما بيديش جرس موسيقي حبيبي، لا يعطي جرسا موسيقيا، إنما المحسن اللفظي بيدي جرس موسيقي. السبورة قدامك، الطباق، المقابلة، التفات، تورية، مراعاة نظير، ده محسن معنوي. يا ولدنا في محسن لفظي الجناس بيدي جرس موسيقي. خلي بالك التصريع وحسن التقسيم في الشعر. أجلك الناحية دي كده، يلا يا غالية، يلا يا معلم، لا لا سيب اللي في إيدك، سيب. بص التصريع وحسن التقسيم ده في الشعر، لكن السجة والازدواج في النثر اللوحة دي عندنا مهمة جدا جدا سيادة، تخلي بالك منها. ماشي يا اخواننا، يلا نمر بسرعة كده يا حبيبي. أولا بص كده بسرعة، الطباق كلمة عكس كلمة، اسمه طباق إيجاب، خير وشر، حق وباطل. طباق إيجاب بيوضح المعنى بالتضاد، ده اسمه محسن بديهي عشان في مشكلة في العلاقات. في طباق سلب، كلمة مثبتة والتانية منفية، يعمل لا يعمل، طباق سلب. في مقابلة، جملة عكس جملة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، دي مقابلة، أنا مش بجري، الناس الشاطرة عارفة الكلام ده سهل. الجناس، بص انا عايز كافي الجناس لمؤاخذة، اتعدل كده، اتعدل كده شويه من فضلك وبص لي بس، اسمع ما تبصش بعينك، بص بودانك وبعقلك، ازاي اتصرف. الجناس بيلخبط، الجناس التام، الجناس التام كلمتين زي بعض بالظبط في الترتيب والتشكيل بس المعنى مختلف. مش هروح بعيد، شو قدامك اهو، بقول لك تعالى لي، يلا روح له. وسلى مصر هل سلى القلب عنها، سلى بمعنى اسأل، التانية بمعنى نسي، اسمه جناس تام. صليت المغرب في بلاد المغرب، البلد والصلاة. الوقت من ذهب وقد ذهب، من ذهب معدن ذهب راح، جناس تام جناس تام جناس تام. خلي بالك يعطي جرس موسيقين، بيجي في الشعر وفي النثر. الجناس الناقص ليلة، حفلة. بص يا عسل، كلمتين اختلفتا أول حاجة في حرف، بس استنى، ونفس مكان الحرف، نفس الحتة اهو، حبيبك وحبيبك، شوقي بينده عليك، بقول لك اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى لي صبا وايام انسي، يو يو او او ينسي انسي، جناس ناقص.
ولذلك الطلبة الشاطرة كان فيها جناس وتصريع، اختلاف في حرف، في اختلاف في عدد الحروف، كلمة أكبر من كلمة، زي إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، يعني واحد كان بيحب وحبيبته سابته يفضل يعيط، البكاء جميل جدا جدا، هتفك عن نفسك يعني. إن البكاء هو الشفاء من الجوى الشوق بين الجوانح الضلوع، الجوى جوى ثلاثة والجوانح خمسة أكبر، اسمه جناس ناقص. في اختلاف في التشكيل، يا للغروب وما به من عبرة، اللي خد نص المساء، من عبرة للمستهام وعبرة للرأي، عبرة دمعة وعبرة عظم، البر الشاطئ، البر الخير، البر القمح، جناس ناقص. في ترتيب الحرفية هي بس ملخبطة، يعني قال الشاعر بيض الصفائح السيوف، لا سود الصحائف الورق تاريخهم أبيض، في متونهن جلاء الشك والريب، يعني سيوفهم بيضة لامعة، يخشوا الحرب يفتكوا بالأعداء. بص بقى أدي كلمة الصفائح، صحائف نفس الحروف بس ملخبطة، هذا يسمى جناس النقص. فأنا والله الصاد فين يا عسل، بص يا مسكر الصاد اهي، بص يا أما الفي فين، شفت الفاء فين أهو، وادي الألف الهمزة، هتلاقي بنسميه جناس النقص. يا رب بعد إذنك ثبت ده عندك، مشحب قلبي من فضلك، حاضر المخرج قولي تعالى الناحية ده هو عيني، بص يا عسل خلي بالك ثبت دي، بص لها مرة واثنين وثلاثة، يا ابني يا بنت انت هتتعب مرة بس هتستريح على طول الخط كده، خدنا الجناس. بعده بص يا غالي التصريع، أيوة بص يا غالي التصريع يأتي في الشعر بس ما يجيش في النثر يا رجالة عشان عيب. أول بيت في القصيدة بنسميه تصريع، يقول الشاعر همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء، هذا تصريع. في بعض أولادنا وبناتنا شطار يقول لك وانش دراني أن ده أول بيت في القصيدة، يا حبيبي يا حبيبتي ليك أنت تصريع وما تسألش بعد إذنك، قصيدة مصرعة قل تصريع أول بيت مش تاني أو تالت بيت. حسن التقسيم، جملتان متساويتان في الشعر، الكلام ده غالي قوي، مهم قوي قوي قوي، أنا مش هغلب فيك ده، أنا همرجحك، هجب بكل هدوء سطر كده بيت شعري أقول لك مصدر الموسيقى تصريع، تب جناس، تب تقسيم، تب ازدواج، هتلف حوالي نفسك. بص يا ولد أنا بستدل من المنهج بتاعك بقى، قال يا أبو الشوق قال نفى نفسي مرجل قلبي الشرع، جملتان متساويتان في الشعر حسن التقسيم، إن قلت ازدواج خوانا حرام عليك، يبقى ده اسمه حسن التقسيم، إياك والسهو اوعى تسهو. أما السجع بيجي في النثر نهاية الجمل، الحر إذا وعد وفى، خلي بالك إن حسن التقسيم بطلع الجملتين، إن طلعت كلمة خدت صفر يا عسل، بطلع الجملة دي كلها، أدي الجملة دي كلها هناك مع العصاية دي، إنما السجع بطلع آخر كلمة في النثر. النثر زي ليه كلام العادي، الحر إذا وعد وفى وإذا أعان كفى وإذا ملك عفى، وفى كفى عفى، هذا سجع يعطي جرسة موسيقية. الازدواج جملتان متساويتان بس في النثر، يا ولا في النثر انت عندك نصين نثريين، التكافل والكنيسة، جملتان متساويتان في الشعر تقسيم، الصبورة تفهمك والله. أما في النثر يسمى عندي ازدواج، إن لكل مخلوق حاجة ولكل حاجة غاية ولكل غاية سبيلة، ازدواج ازدواج ازدواج. وكثيرا ما يجتمع السجع والازدواج كتير قوي، يعني حاجة غاية سجع كثيرا ما يجتمع، يبقى الازدواج جملتان متساويتان في النثر. التورية، كلمة لها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، أنا عاوز المعنى البعيد، زي الله جارك إن دمعي جاري يا موحش الأوطان والأوطار، هكذا الله جارك إن، بس كلمة إن دمعي جاري، جاري لها معنيين، جاري من جاري في البيت أو جاري بيجري، طبعا إن دمعي جاري قصده بيجري، أنا عمال عيط، يبقى جاري بمعنى جاري أنا ساكن جنبي، جاري بمعنى يجري، زي البنت الشطرة اللي خلت نص أحمد شوقي لما قال يا إخواننا هكذا، وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمس، قلنا عين شمس فيها تورية، قلنا السواد فيها تورية، السواد
سواد العين، حدقة العين، بس المعنى البعيد الأماكن والضواحي والديار. وما تخافش التورية قليلة لا تأتي في البلاغة، ما شفناش قبل كده، لكن في النص لو جات لك الأستاذ بيعرفها لك. التورية محسن معنوي يثير الذهن. مراعاة النظير دي مهمة منتشرة، الله يبارك فيك ابن وبنت. ايه بقى مراعاة النظير؟ كلمتين بينهم صلة، الله يعزك، كلمتين بينهم علاقة، زي المشط والشعر. انت شايل اللي مش اكيد لك شعر، ما ينفعش حد اقرع مع احترامي اعتذر يعني يشيل مشط، ده مثال بسيط في ارتباط بينهم. قالها شوقي وغيره، هتلاقي مشهورة جدا مراعاة النظير. مراعاة النظير اهو، احرام على بلابله الدوع، حلال للطير من كل جنس. لما قلنا كده للشباب قلنا يا اخوانا في علاقة ارتباط بين جدا جدا، فين العلاقة دي يا ابنائي؟ ادي الشجرة، ادي شجرة، ادي الشجرة قدام ساتر، من بيقف عليها؟ البلابل والطير. يبقى بص، ما بين كلمة البلابل والدوع والطير اسم مراعاة نظير. زي اتنين شبكة، ربنا يوعد الكلية، رب احسن كلية في كلية الطب، ايه اللي يجمع بينهم؟ الطب. اتنين في الهندسة، الهندسة، اسم مراعاة النظير. قال الشاعر المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طبعا الخيل والليل دي لا، إنما مراعاة النظير فين يا حبايبي؟ المراعاة السيف والرمح القرطاس والقلم. السيف والرمح أدوات إيه؟ قتال. والقرطاس والقلم أدوات كتابة. لأن يا رجالة اللي معنا، معنى كلمة قرطاس يعني ورق. يبقى مراعاة النظير، مراعاة النظير كلمتين أو ثلاثة بينهم علاقة ارتباط، مرتبطين ببعض. زي ما أديها المثال وقلنا لو حد فاكر من أبنائنا الشباب، الشاعر لما يقول: من للهلال، نص عندنا، من للهلال يهل مسجده، تم الهلال والمسجد مع بعض. من للصليب يطل معبده، تم المعبد والصليب مع بعض. اسم مراعاة نظير يثير الذهن، مراعاة نظير محسن معنوي، ما بيديش جرس موسيقي. حبايبي الالتفات، التفات انك انت بتلتفت، بتغير الطريق بتاعك، اعبر عن شخص واحد بضميرين مختلفين، اخليه مخاطب وغائب، المشهور اسمه التفات. زي يقول الشاعر: عليك سلام الله، الخطاب للرسول، عليك خطاب كفو، خطاب عليك سلام الله حيا وميتا، كده كاف خطاب قدام. شو بقى هيحصل؟ تباشرت الموتى بقرب جواره، فعبر بالكاف عليك ثم كلمة جواره هكذا، فعبر عن النبي عليه السلام بضميرين، كاف الخطاب ثم هاء الغيبة، اسم التفات بيغير الضمير. قاري لوحة قدامك جميلة جدا ما شاء الله للمحسنات، لو تأملت فيها كده وقعدت بحلق فيها وبصلة بإذن الله هتحفظ. كده حبايبي بينتهي معك علم البيان وعلم البديان. وصلنا بفضل الله إلى النهاية، نقلب بقى صفحة، عندنا علم المعاني، وده بقى مهم جدا. بس قبليه في مشكلة هتنفعك في القراءة والنصوص، العلاقات دي بقى لمؤاخذة ترقد عليها، بقى كده براحتك لحد ما تتقنها، مهمة جدا جدا العلاقات. هتاخدها في النصوص والقراءة، ولذلك في النصوص المتحررة اللي احنا شاغلين عليها يقول لك علاقة كذا بكذا، سهلة مش صعبة. نرجع بسرعة، العلاقة امتى تكون تعليل وبين سبب؟ لو بدأت بإن أو لأن، أو أقدر أقول بسبب أو لكي أو لم تعليل، يبقى العلاقة تعليل. أقول لك يا ولد اصبر فإن الصبر نور، أي لأن ذاكر لأن المذاكرة سبيل النجاح. مثلا أطع ربك كي تنجح، عشان تنجح اتق الله لتسعد، تعليل. شوف كده الأمثلة أحسن من ده كله. قال الشاعر: وارفع دولتي على العلم والأخلاق. يا ولد ليه؟ لأرفع الدولة على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. أقدر أقدر لأن، أي لأن العلم وحده ليس يجدي. أستاذي النتيجة، يا ولد يا بنت ده مش هزار بجد، اتشد للصبارة وبصري. إمتى يكون نتيجة؟ لو جواب شرط، ألا شرط جازمة أو غير جازمة، هناخدها السنة دي. أي أسلوب شرط يا ولد، أي أسلوب شرط يا أنسة، أو لو حتى أدى شرط غير جازمة، إذا ولو، ولو لو كلما، أو جواب الطلب اللي كان في تانية ثانوي، أو نتيجة لذلك، تبقى العلاقة دي نتيجة. تعم أقول لك اقرأ جواب شرط، زي من يذاكر ينجح، يا ولد نتيجة. جواب الطلب أطع ربك تسعد، اصحى يا غالي بص يما، أطع ربك تسعد
نتيجة، ده عايز شغل دماغ. فالقراءة هتبقى عند ملك، اتق الله تسعد نتيجة يا ولد. أو أي شيء نتيجة لشيء سابق، زي الأم مدرسة، إذا هذا الشرط غير جازمة يا ولد، إذا أعددتها يا ماما، لو أنا عددت إيه اللي يحصل؟ أعددت شعبا طيب الأعراق. لا يمكن طالب شاطر في ثالثة ثانوي، انسى أولى وثانية، انسى، ربنا يكرمك إن شاء الله بإذن الله. الأداء إذا أو لو أو كلما أو إن، الفعل الجواب، العلاقة هنا نتيجة يا دكتور. بعده التفصيل بعد الإجمال، نذكر الكل بجيب رقم وجزأه يا ولد. بني الإسلام على خمس نقطتين يا ولد، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. التفصيل بعد إجمال أو مثنى واشرحه. قال الشاعر، يلا يا غالي يلا يا غالي، اتعب شوية معلش، الله يكرمك اتعب. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. يا ولد الغايتين قدام سيادتك اهم، ورود المنايا ونيل المنى. ولد افهم، ورود المنايا ونيل المنى تفصيل بعد اجمال، يخش يموت شهيد او ينال النصر، النصر او الشهادة، هذا الغايتين تفصيل بعد اجمال كما ترى. حبيبنا في حاجة اسمها توضيح بعد ابهام، اجابة السؤال بمعنى كيف، بابسط معنى اجيب كلمة واشرح، مش بفصلها بجزها، كان بشرح تعريف كده، اي مصطلح علمي، ايه الاستنتاج هو كذا كذا كذا، ايه الاستدلال هو كذا كذا كذا، زي الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتب، توضيح بعد ابهام، ده ابسط معنى. انما التفصيل بجزء، واحد اتنين تلاتة اربعة، التقابل والتضاد، هاتهم كده على بعض مرة واحدة كده. بص اديني ودانك وعينك عشان ما تزهقش مني او تتعب يا ولد. المحسن البديهي كان اسمه قبلة، يا ماما جملة عكس جملة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يا أمي المحسن أسميه مقابلة، لكن العلاقة تقابل 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 تقابل. لو سمحت الكلام ده خطير، لو أهملتني ضيعت فرصة من إيدك يا ولد. خير وشر المحسن البديع، قل طباق طباق طباق، إنما العلاقة 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 بين خير وشر تضط، اسمها العلاقة غير المحسنة. الصبر هي، فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. بص يا ولد كده، أدي حاربوا سالموا أذلوا أعزوا عزيز ذليل يا ولد، دي مقابلة. في المحسن العلاقة تقابل. تضاد زي الجهل، إن كان للجهل في أحوالنا علل، فالعلم كالطب يشفي تلكم العلل. يا ولد جهل وعلم، لو قلت المحسن قلت باق، العلاقة عندنا تضاد. اللوحة قدامك، أنا أتكلم بيدي يا ابني، وتحلى بالصبر، عاوز تنجح وتجيب درجة كويسة اصبر معلش، والعلم عاوز تحمل. شوف الشاشة قدامك براحتك واقراها كده، ادي يا ولادي العلاقة. وبإذن ربنا سابق الحصة مفتوحة طول الأسبوع، بالليل بالنهار تفتحها إن شاء الله 50 مرة، أهم شيء أنت. بعده أسلوب التوكيد، ده حاجات سهلة هقولها كده. بص هنزل الشاشة مرة واحدة على طول كده، تك تك كده يا معلم، بص يا غالية بص يا بابا بص يا أمه، ده اسمه التوكيد اللي خدناه من ايام ابتدائي. لو قلت فإن مع العسر يسرا، قول انت بقى توكيد بيه، بإن في إن واللام، وإنك لا على يا ولد، إن العمل لا عبادة، اسمها اللام المزحلقة، زحلقت للخبر. إن واللام في بس توكيد باللام بس، لام الابتداء، ولدار الآخرة خير. قد أفلح توكيد بقد يا ولد. في بقى حرف الجر الزائد، بإذن ربنا إن شاء الله هتاخد معنا النحو، الوحدة الثالثة حروف الجر الزائدة، تيجي للتوكيد بس، لو شلتها ما تأثرش. تعملك أول حرف عند سيادتك الباء، بتيجي مع التعجب، أجمل بالإيمان، كفى بالله وكيلا كده، يعني ليس محمد بكسول، هتاخدها إن شاء الله ما تخافش، تبقى الدنيا كويسة. اسم التوكيد بحرف الجر الزائد الباء، تيجي مع التعجب، أجمل بالإيمان، أصل أجمل الإيمان، كفى بالله وكيلا، كفى الله وكيلا، اسم توكيد بالباء الزائدة، أو مع ليس، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس محمد بكسول، اسمها توكيد بحرف الجر الزائد الباء، وهتدرس بإذن الله عز وجل. في الكاف
مع ليس كمثله شيء، توكيد بالكاف الزائدة، هتاخدها إن شاء الله. وفي من مشهورة أو بتيجي مع المبتدأ غالبا عليك أنت، بص، ما من طالب كسول، أصلها ما طالب كسول، وما من إله إلا الله، ما من تلميذ كسول، ما من معلم خائن، اسمه توكيد بحرف الجر الزائد من. بإذن ربنا لما بتدرس في النحو سيادتك تبقى أسطورة في هذا الكلام، بس بتعرف بس دي من ضمن أساليب التوكيد. وطبعا القسم والله لا يفوزن محمد اللي خدناه في تانية ثانوي، وهيعاد بإذن الله الوحدة الخامسة. الشاشة قدامك، حطها قدامك كده، ثبتها وقسم يا عم الوقت جزء كده على مدار اليوم النهاردة، أخذ البلاغة بس وريح وارجع، ريح وارجع بس، الله يعزك ما تسيبش فرصة. ادي عندك التوكيد، وسلامتك من في اللي جاي بقى. ده بقى مرة واحدة كده تك تك كده على طول عسل. بص بقى دي ترقد عليها، تاني مرة بترقد خلي بالك. القصر ده أستاذ سيد ملك في البلاغة، عليك عفريت اسمه طلع قصر، طلع قصر، سهل جدا جدا. نسي افتكر، يلا معايا كده. القصر من أساليب التوكيد، ابدأ في القصر بالنفي والاستثناء، وما العيش إلا مدة سوف تنقضي، قصر بالنفي والاستثناء، بالنفي والاستثناء يا ولد، للتأكيد والتخصيص. السبورة بتكلم عن نفسها، مش شرط أجيب لك إلا، وما العيش غير مدة عادي جدا، ما وغير، وما العيش سوى، ما وإلا، ما وغير، ما وسوى عادي يما يا ولد. إنما الحياة تعب، قصر بإنما للتأكيد والتخصيص. طريقته إنما، الطريقة إنما يا ولد. تعال بقى، تعال، ما ثانية اسمه قصر ببل ولكن وحاجة اسمها عندي لا يا دكتور، بل ولكن زي بعض، بل يا ولا هكذا، انتبه كده، تنفي ما قبلها تثبت ما بعدها، ما توضح، قولي كده ركز، ما حضر محمد بل سعيد. ما نشوف السبورة حسنا، ما المتنبي كاتب، انا بنفي انه كاتب، بل شاعر، يبقى بل تنفي ما قبل، ما حضر محمد بل سعيد، ما الارض ثابتة لكن متحرك، اسم القصر بلكن يا ولد يا ماما، يبقى انت بتنفي اللي قبلها لكن وبل وتثبت ما بعدها للتأكيد والتخصيص. لكن لا اسمها لا العاطفة مجرمة يا ولد، لا العاطفة مهمة جدا جدا، لا العاطفة تثبت هكذا يا ولاد، تثبت ما قبلها، تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها، عكس الجماعة اللي فضل خالص. بص يا غالي كده لو سمحت دكتور، بص ما تفوق محمد لا سعيد يا دكاترة صبرة، يبقى بل ولكن بتنفي إلا بي. بص، ما المتنبي كاتب، أمال بل شاعر، ما الأرض ثابتة يا ولا، بص كلمة ما الأرض ثابتة بنفي يا ولا لكن متحرك، خلي بالكم اسمها لا العاطفة تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها، تعملك يا ولد. حضرتك عندنا شاعر بيتكلم عن الحروب، بيقول علموا أعين الناس تبكي دما لا دموعا، الحرب يخلي الناس تبكي دم مش دمع، لما بنينا السد العالي قال الراجل أضحى حقيقة لا خيالا، اسم قصر بلا العاطفة تثبت ما قبلها تنفي ما بعدها. بعده في باء التقديم يا ولد، ده مشهور جدا جدا، عليك البلاغ مشهور جدا جدا، قصر بتقديم الجار والمجرور، لكن لو قدمت الظرف فوقنا السماء والقدم شبه الجملة يا ولد، يبقى لو جار ومجرور عليك علينا، ده اسمه الجار والمجرور، لكن بيننا الأمين يبقى شبه الجملة. طيب في تقديم المفعول به، أي يلطف النيران، من فك النص يا أخوانا بتاع المساء، افتكر يا عسل، أي يلطف النيران طيب هوائي، النيران دي مفعول به يا ولا ودي فاعل يا ولا، قدم المفعول به يما، قدم المفعول به يابا، قصر بتقديم المفعول به اصحى يا غالي، لما للتأكيد والتخصيص وأهمية المتقدم، اسم قصر بتقديم المفعول به. عبث طوافي، ساعات بقدم الخبر على المبتدأ، قصر بتقديم الخبر على المبتدأ عادي جدا، عبث طوافي علة منفاي،
قصري بتقديم الخبر على المبتدأ للتأكيد والتخصيص أهمية المتقدم. اوعى من دي. في عندنا حبايبي الشباب والآنسات الفاتنات يوصلنا في حاجة اسمها قصر بتعريف الطرفين وركني الجملة. الصحف العربي يا دكتورة إن المبتدأ بيجي معرفة والخبر نكرة، أنت أسد وأنت عسل، أنت قمر، لا أو أنت الأسد، إيه ده؟ الاتنين معرفة. قصر يابا، قصر ياما، قصر بتعريف ركني الجملة، أنت القمر، خلصت يابا، أنت عرفت الركنين، قصر بتعريف ركني الجملة الإسمية. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، مش نعت، الدين انك تعامل الناس كويس، تعرف الطرفين، انت الاول هي الاولى، اسمه تعريف الطرفين، تعريف الطرفين، تعريف ركني الجملة الإسمية. حبايبي القصر قيمته البلاغية التأكيد والتخصيص، الشاشة قدامك يرتب وصلها كويس، فرصة نحاول ان احنا ان شاء الله نستفيد منها. الاساليب، شوف حبايبي اي لي عندك رجاء بسيط جدا عشان الامور دي بس تكتبها على السبورة. يا حبيبنا الله يبارك فيكم، احنا عندنا في حاجة اسمها اسلوب هكذا خبري واسلوب انشائي. احنا في عندنا خبري، وادي قدام سيادتك عندنا انشائي، ادي الاول ده خبري، وادي قدام سيادتك في عندنا انشائي عفوا، وفي سيادتك قدامي عندي في خبري لفظا عشان في بعض المعلومات مش مكتوبة، خبري لفظا انشائي معنا. يا حبيبنا ايه الخبري؟ كلام عادي ليس في امر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا ترجي، خبري. الانشائي مقسم قسمين يا ناس، الكلام ده مهم الله يخليكم، قلنا مرة واتنين بالله عليك، في انشائي طلبي. ايه الانشاء الطلبي يا رجاله يا انسات؟ اللي هو بقى الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي وغيره. انشاء طلبي الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والنداء، طلبي طلبي بطلب منك حاجه. المعلومه خطيره جدا يا ناس يا حبايبي يا اساتذه يا انسات، اسمه انشاء طلبي، في انشاء غير طلبي، ملوش غرض، زي احفظ المدح والذم، المدح والذم، التعجب للتعجب، التعجب زي القسم زي كما الخبرية، اسمه إنشاء غير طلبي، غير طلبي، غير طلبي، زي المدح أو زي التعجب أو زي الذم أو زي القسم أو غيره، ملوش غرض، غير طلبي، غير طلبي، غير طلبي. يبقى الطلبي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي، اسمه إنشاء طلبي، له طلب، غرض، طلب، طلب، طلب. غير طلبي هو إنشاء بس مش له غرض، كالتعجب ليس له ورد، المدح او الذم او غير او كم او غيره. في بقى دي مهمه جدا جدا، دي تموت عندها عشان مش كاتبينها، ها قلناها من قبل، دي تموت عندها كده اهو. خبر في اللفظ، انشاء في المعنى للدعاء، ولا اصحى يا ولا، ده بقى الغرض الدعاء. تبرق لي كده وبص لي يا معلم، بس اسمع، بص لي بقلبك، انا بحبك والله. اسمه خبري لفظا انشاء معنى، تحفظ مصمم للدعاء، بيجوا فين بقى؟ في الصور التالية، بيجي في صورة الفعل الماضي الدعائي، بيجي ماضي، ولا ولد، أو ليه؟ هداك الله، رحمك الله، وفقك الله، جزاك الله خيرا. يما ركزي، ده ماضي بس بديلك. خبري لفظا إنشائي معنى غرض الدعاء، بيجي مع الماضي، هنكمل لسه، رحمك الله، جزاك الله خيرا، هداك الإله، يا ولا، خبري لفظا إنشاء معنى للدعاء، أو بيجي فعل مضارع دعائي، زي رعاك الإله، يرعاك الإله، يا مصر يرعاك الإله، هتزعل لو سبتني، يرحمك الله، يرضى الله عنك، يا ولا. الخبر في اللفظ الإنشاء في المعنى بيجي ماضي ومضارع بس، ماضي بديلك أو مضارع بديلك بس، أو بيجي فعل ماضي مبني للمجهول، زي وفقت، جزيت خيرا، بورك فيك. كل اللي فيه دعاء حبيبي خبر في اللفظ إنشاء في المعنى للدعاء، الناس حبيبي اللي عاوز بلغ، أو فعل منفي، ماضي منفي، لا هداه الله، لا رعاه الله، لا وفقه الله، لا بارك الله فيه، لا عشت، يا ولا.
اسمه خبر في اللفظ، إنشاء في المعنى، الغرض الدعاء. الدعاء بيجي مع الماضي والمضارع بس، ماضي مضارع بس، ماضي مضارع بس. الأمر لا، يا ريت حبايبي خلي بالهم من ده، اوعى تقول مش مكتوب، الصبر قدامك. يبقى خبره. طب والإنشاء قسمين، طلبي وغير طلبي. يا ولا الطلبي الأمر والنهي إلخ، أما الغير طلبي زي التعجب، المدح والذم، القسم إلخ. كم؟ أما الخبر في اللفظ إنشاء في المعنى، معلش رغاية تحملنا، بحبك مصلحتك، هات ماضي أو مضارع بس، بس يكون في دعاء. وفقك الله، يرعاك الإله، بورك فيك، لا رعاه الإله، لا وفقه الله. أمانة بالله عليك يا ابني، ما تنسى الكلام ده مهم قوي. أدي الصبر قدامك، إيه حابب إنك أنت برضه هون، أدي ماضي دعائي وأدي مضارع دعائي، عشان لو حد بيتابع معنا أول مرة، كل ده في الملزمة عندنا طبعا بتاعتنا، أو فعل ماضي هكذا مبني للمجهول زي ما قلنا يا اخواننا بورك فيك، او فعل ماضي منفي زي لا رعاه الله لا وفقه الله. حبايبي نرجع بقى للسبورة بتاعتنا كده كده، حد معنا اللي شاف السبورة يثبت تبرحته. نبدا عندنا بقى مشكله، بس باذن ربنا هننهيها. نيجي بقى اغراض الاساليب، مؤلمه شويه، انا عاوز 5 دقايق منها حتى لو انت ريحت ما بين البلاغه الامانه. بص يا عسل، النداء ده الانشاء اهو، الطلب يا ولا له طلب، النداء الامر، استفهام، نهي، تمن. نبدا بالنداء. الملخص، النداء امتى النداء في التعظيم؟ اذا كنت بتنده على عظيم، يا الله تعظيم، يا مصر حبايبنا. في التنبيه، امتى يكون التنبيه؟ لو نداء وراء امر او نهي، يا محمد اجتهد، ده اسمه التنبيه يا ولادي، يا محمد لا تتكاسل، انا بنده عشان انبه، زي ابو تمام بيقول كده، يا صاحبي، مناجاة الصاحب، ايه ها تقصي نظريكما، يبقى بينده عشان يؤمر. في بقى للتحصر حسب الجو النفسي، شاعر زعلان اهو، تعبان، اقول يا نفسه مالك والانين، عماله تعيطي ليه، تتالمين وتؤلمين، يا نفس ان الجو هنا حسره. ممكن يبقى تمني، مين بقى طالب شاطر فكر الناس، احمد شوقي بقول يا ابنه اليم ما ابوك، بخيل بيتمنى ان السفينه تسمعه. يبقى النداء في الغالب بيكون تعظيم او تنبيه. طيب بعدين سيادتك عندها الامر ده وحش يا ولا الامر، بس سهل هبسطه لك، له اغراض. الامر لو وجهته لربنا دعاء، رب اشرح لي صدري، بس اسمع يا ولا، يمين بالله ان طلع من بقك يا غاليه وقلتي ان ده خبر في اللفظ ان شايف المعنى صفر، والصفر مؤلم، بيوجع يما، بيؤلم يابا، انت من تشعيل، انت شاطر. الخبر في اللفظ الانشاء في المعنى يا ولا بيجي مع الماضي والمضارع، انا بكلم طالب مش خواجة، يعني رعاك الاله، رحمك الله يا ولا، خبر في اللفظ يرعاك الاله، انما الامر ولا اسلوب انشاء يا ولد، رب اشرح لي صدري اسلوب انشاء، انه امر للدعاء، رب اغفر لي يا ولا، اغفر لي، خليك شاطر. يبقى الامر ان وجهته الى الله دعاء، اسلوب انشاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، هذا اسلوب انشاء امر للدعاء. لو كان من الاعلى الى الادنى وفي فايده، يبقى نصح وارشاد، حد اكبر منك اكتر منك خبره بيامرك وعاوز الخير ليك، يبقى نصح وارشاد. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، امر يفيد النصح والارشاد. ممكن يفيد معنى الرجاء لو من تحت لفوق، زي بكلم ابويا بقول لي يابا ايه يا ولا، يا والدي ادعو لي، التماس ورجاء، بس استاذنه. في بقى التماس، شوف يا ولا، الالتماس والنبي تركز في دي مهمه قوي قوي، 2 قد بعض في السن وانت بتستاذن، التماس يلا، مش بتنصح او بترشد، ما توضح يا عم، انت قاعد جنب صاحبك بتقول لي يا حماده اعطيني القلم، والنبي تركز يا غاليه، هل في نصح وارشاد؟ ده انت بتستاذنيها، يبقى اسمه عندي التماس. او تكلم حد من الخيال زي مناجاة الصاحبين، قال شوقي قال كده، قال اذكر لي الصبا، هو بيستأذن، اسمه التماس، استئذان. لا توجد فايدة ترجع المنصوح، والنبي ابن الدين الكوباية بعد اذنك، مش نصحي وارشاد، ده انا بستأذن، اسمه التماس. طيب قد يكون في ثورة وغضب، بيسميه حث، لما الشاعر يكون غضبان متوتر زعلان، حث، قال البارودي فيا قوم هبوا، حث، واد مقضيها مكبر دماغه في ثالثة ثانوي،
وركن بقى المحاضرة دي ومكبر دي وعمال يعط هنا وهنا، ما هي تالتة سايبة. أبو مسكه قال له بص قم ذاكر وصفعه على قفاه. فين يا معلم؟ هنا تقول لي كلمة نصح اسمه حث. يبقى كل ما كان انت حسف في الأبيات شعر شوية النبرة شديدة النبرة عنيفة يبقى الحث أقوى. خليك ناصح من نفسك وخلي بالك إيه لما يبقى الجو هادي بيكون داعم بيبقى عندي نصح وإرشاد. زي ياقب هبو ده بنسميه عندنا بهذه الصورة حث. الله يبارك لك يا ابني وبنتي بالله عليك أمانة بص كويس على الصبورة احفظ الكلام ده عشان نستريح. هكذا بعد النهي، النهي هيكون بالضبط هكذا حبايب قريب شوية من الأمر مش هيكون بعيد. طبعا الأمر إذا كان لشيء بعيد المحال بيبقى تمني، ألا أيها القمر ابتسم لي، والنبي تبتسم تمني ورجاء بينه يعني. النهي لو لا تكسل لا تتردد نهي. إذا كان من البشر إلى الله دعاء، أي نهي ربنا، ربنا لا تؤاخذنا دعاء، أي أمر أو نهي لربنا دعاء. إذا كان النهي من الأدنى للأعلى اسمه تمني ورجاء والتماس، بقول له يا أبي إيه يا ولا لا تنسانا من دعائك، أو تمني ورجاء والتماس استئذان. إذا كنت أنت سيادتك موجه هذا الأمر لماذا؟ لما لا يعقل برضو تمني ورجاء أيتها الشمس لا تغيبي تمني ورجاء بيبان يعني. ممكن يكون في نصح لما مثلا أقصد يا بني لا تفرط في الوقت لا تضيع الصلاة بين نهي للنصح والإرشاد. برضو الشاشة قدامك يرى كويس. هذا بقى مجرم مؤلم بكلم بجد الاستفهام. بص يا عسل الله يبارك فيك وتركز معي ولمؤاخذة لو حد بيذاكر جنب ابنه يسمح لي معلش فوق راسي وخدامك بص لي كويس. الاستفهام لو انا جبت سؤال اجابته ايوه اه بلى نعم تقرير بقر حقيقة. لو انا جبت استفهام والاستفهام الإجابة بالإثبات أيوة تقرير. لو أنا جبت استفهام الإجابة لا يبقى نفي. مثال أليس الله بأحكم الحاكمين أو لا تقرير. النفي هل يدخل الكافر الجنة إذا لم يؤمن هيخش الجنة لا يبقى نفي. يبقى لو الإجابة أيوة تقرير لا نفي. تعال نشوف كده مع بعض. بص يا غالي ابن وبنتي كده إذا كانت الإجابة بنعم أو بلى فغرضه التقرير والتأكيد. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى. أليس الله بعزيز؟ يا ابني بلى. تقرير يا عسل أنت وهو يا منتوهية. لو أنت بتحل بلاغة ولقيت لي استفهام الإجابة أيوة يبقى بيقر حقيقة. طيب سيادتك لو الإجابة لا يبقى نفي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال لك انت جاوب انت كده. هل يبقوا سواء الذي يعرف والذي لا يعرف؟ لا طبعا لا يبقى نفي. قال شوقي انت خدت النص. يقول شوقي وسلى مصر هل سلى القلب عنها؟ هو قال بأحمد شوقي نسى مصر؟ لا يبقى استفهام للنفي عشان لما نكسف حل بلاغ يبقى انت واخد بالك. يابا يما حبيبي ايوه تقرير لا يبقى نفي. طيب لو شاعر غضبان متوتر يبقى على طول تعجب واستنكار او استنكار. زي شوقي شايف الاحزاب السياسيه بتاكل في بعضيها الاحزاب السياسيه زعل وقرف وقال ايه يا جدعان ايه يا ناس الى ما الخلف بينكم الى ما وهذه الضجه الكبرى علامه ايه يا جدعان الى ما تعجب واستنكار بيستنكر ان الاحزاب السياسيه بتاكل في بعضيها. أو قال شوقي رحمه الله في النص بتاعنا أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس هل من المنطق أن يحرم المصريون من أرضهم وتستباح مصر الغرباء؟ استنكار أو إنكار سيا الاثنين. بص كويس فرج على الصبرة إن شاء الله بإذن عز وجل كنا جاهدين نخليك في صورة كويسة بإذن الله عشان انت في الاول والاخر انت الهدف. الله يبارك فيك حبيبي. في ساعات استفهام بيحمل معنى التمني زي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ربنا يعفو عنك وعن كل سامع يا رب وسامع اهل النار
لما يخش جهنم وطبعا يبهدله جواه وعذاب أليم بيتمنى هل لنا من شفعاء؟ نفسنا. يبقى اسمه استفهام للتمني. هكذا كان تقول هل يحضر محمد؟ تتمنى، اسمه استفهام للتمني. قال لهفي عليك متى أرد. طبعا عندنا الشاعر حافظ إبراهيم بيتمنى مصر تبقى حرة، ده زمن الاحتلال يعني. لهفي عليك متى أراك طليقة، استفهام للتمني، بيتمنى أن مصر تبقى حرة وطليقة. يا طيور السماء هل من سبيل تصل النفس بالليالي السعيدة. هل من سبيل؟ نفسي أرجع ليام زمان الكويسة الحلوة وأعيش أيام السعادة. تمني في التمني بليتا بيفيد التحصر، ليتا غالبا كده، زي قال تعالى يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تمني تحصر، يوم القيامة ربنا يعفو عنك الكافر تراب عذاب، يا ليتني كنت ترابا. لما يشوف العذاب كده قدامه ها ليتني كنت تراب لا أحاسب، يا ليتني كنت ترابا. فليت في الغالب بتفيد معنى التحصر حتى في النصوص. حضرة زي النص هنرده إن شاء الله بتاع المساء، الشاعر اسمه خليل مطران غلبان قلبه يويل، كان راجل بيحب ولما حب الحب فشل فقلبه ببهدل ضاع، قاعد على الصخرة كده على الشط زعلان بقول يا ريت قلبي كان يبقى حجر مش قلب طري يضيع مع أول تجربة حب. بقول إيه وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، يا ريت كان يبقى قلبي حجر قلب صخرة ما يضيعش مع أول تجربة حب. اسمه عندي أسلوب إنشائي تمني النوع للتحسر. حبيبنا مهم جدا جدا الإطلاب. أنا برضو بنصح بقولك لا مانع تهدى شوية أوقف كده الفيديو شوية، شرب لك كوباية شاي، كلك لقمة كده، افطر أو اتعشى أو اتغدى ماشي، ومغسل وشك كده، تحمل معلش فرصة الإطلاب. الإطلاب مش محسن بديعي ولا صورة بيانية، وتخلي بالك في إطلاب، الإطلاب معنى الزيادة، في إطلاب بالترادف. أستاذ الكلمة ومعناها أو الجملة ومعناها، قال ناجي أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. ما أعطني حريتي هي أطلق يدي، هذا إطناب بالترادف للتوكيد. قد يكون بالتوضيح بعد الإبهام، خدناه إيه التوضيح بعد الإبهام؟ كلام مبهم أنا بشرحه، كلمة مبهمة وبفسرها بوضحها، زي قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، كان ربنا بيكلم أحد الأنبياء صوت نعيني معلش، الجماعة أهله يعني هؤلاء القوم بتوع النبي عالم كفر ولد 60 في 70، فدعا عليهم قال له خلاص ما تقلقش أيها النبي خلاص الأمر انتهى، خدنا قرار وقضينا إليه ذلك الأمر. ما الأمر يا رب؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، خلاص الصبح هنهلكهم. الأمر كلمة مبهمة فسرها الله سبحانه وتعالى وقال أن دابر هؤلاء القوم مقطوع خلاص هنقضى عليهم. زي بالضبط المثال هكذا أقول قلت لمحمد أرسلت لمحمد تلك النصيحة أن الحفاظ على الوقت سبيل التفوق. ما النصيحة؟ كلمة مبهمة. فقال أن الحفاظ على الوقت سبيل التفوق. يبقى كلمة إن توضح بعد إبهام عبارة عن كلمة أو عبارة غامضة أنت توضح، اسمه هكذا توضيح بعد إبهام. سبرتك قدامك هي برضو ثبتها وبرحتك خالص. أما إيه التفصيل بعد الإجمال؟ بص يا فندم التفصيل بعد الإجمال هو إنك أنت يا أستاذنا الفاضل تجيب رقم ده الغالب بقى أو مثنى وتقسمه، بنسميه تفصيل بعد إجمال. بني الإسلام على 5، ده رقم وتقسم 1 2 3 4 بجزأ اسمه تفصيل بعد إجمال، ده الفرق اللي عندنا. وبطلع أول جملة شهادة اللائل ده تفصيل بعد إجمال، ونفس الشريف لها غايتان المثنى ومشارح ورود المنايا ونيل المنى. يبقى التوضيح بعد الإبهام كلمة غامضة ثم تفسر شرح اشرح، أما التفصيل بعد الإجمال بأبسط معنى رقم وتجزأه. قال النبي العظيم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يبقى 3 الرقم ثم فصل النبي الكريم اسمه تفصيل بعد إجمال. الاعتراض دي في مشكلة،
واتمنى كل ينتبه اتنبل اعتراض. بص يا بابا غالب الامر يجي بشرطتين ولو اغراض. اتنبل اعتراض يفيد الدعاء. لو الكلمة يا دكتور لو الكلمة اللي بين الشرطتين الدعاء اقول اتنبل اعتراض يفيد الدعاء. يجي هكذا من شرط اعلم وفقك الله. هذا اطناب الاعتراض يفيد الدعاء. اعلم هداك الله. اعلم بورك فيك. اعلم لا هداه الله او لا هداك الله. هذا اطناب الاعتراض يفيد الدعاء. في الاحتراس وده المشهور بقى. ايه الاحتراس؟ بيجي من شرطين. بحترس بحطاط علشان الناس ما تفهمش مني قلة الذوق، ان انسان قليل الذوق. زي ما تقعد مع اصحابك هتتكلم كلمة مش حلوة تقول يا رجالة لا مؤاخذة في كذا وتدي الكلمة اياها. يا رجالة سوري وتدي الكلمة العوراء بتاعتك. فبحطها بين شرطتين اسمه اطنب لا يعترض يفيد الاحتراس. الاحتياط حتى لا يفهم منك سوء الادب. بص الشعر يا اخوانا بيقول وما بي الى ماء سوى النيل غلة. انا عطشان يا جدعان. احسن ميه في الدنيا تروى الظمأ. كمل ولو انه استغفر الله زمزم. بقول يا جدعان احسن ميه في الدنيا النيل. ها الله طب يا واد ما هو زمزم دي ميه احسن من النيل. فاحترس قال استغفر الله. اسمه اطنب الاعتراض يفيد الاحتراس حتى لا يفهم منه سوء الادب. فقال استغفر الله اطنب الاعتراض. هكذا ارى الإجابة الاحتراس حتى لا يظن أحد أن الشاعر يستخف بماء زمزم. ساعات بيكون التنبيه لما أجي أنا أنبه على صفة في أنا. قال شوقي وهبتك بيكلم لما كان في المنفى بقول لمصر أنا وهبتك اديتك يا مصر وهبتك غير هياب. أنا شجاع مش خايف يعني. يراع اليراع يعني القلم الألم بتاع الكاتب والشاعر أشد على العدو من الحسام. انت عارف يا ابني يا بنتي ربنا يحفظكم جميعا ان قلم الشاعر وقلم الاديب يسبب ثورة. ممكن قصيدة تعمل ثورة خطبة اغنية. فقال وهبتك غير هياب. اسمع عندي اطناب بالاعتراض يفيد عندنا يا اخواننا التنبيه. ولو سيادتك وخلي بالك وحتى تمشي قول لي احتراس في كله. بس الاجمل عندنا لو ان الكلام يفهم منه سوء الادب بالذات دي احتراس احتاط ماشي حتى لا يفهم السامع منا خطأ. تقول لا مؤاخذة اعتذر استغفر الله هكذا. لو ان في صفة جوا بقى بنفسك كده بتأكد اسمه عندي اطناب بالاعتراض للتنبيه بينبه على الشجاعة بتاعته. فاسمه الاطناب بالاعتراض هكذا يفيد الدعاء او الاحتراس الحيطة او التنبيه على امر ما او على صفة ما. خش على اللي بعدين ده بقى ليلة كبيرة وان شاء الله سهل جدا. اسمه اطناب يا خلي بالك بقى كده نغير كده القلم. اطناب بذكر الخاص بعد العام. يا ناس اطناب بذكر الخاص بعد العام. يا دكتور ذكرت فروع اللغه. بص يا ولد ادي العام اهو. بص يا ماما بص يا غاليه النحو خاص يا ولد. اسمه اطناب بذكر عطف يعني بذكر الخاص بعد العام. يعني بص كده يا ولد انت وهو انا امبارح ذاكرت عربي وبالذات النحو اتكيت عليه. ذاكرت فروع اللغه والنحو. بتصلي يا ولا؟ الحمد لله يا استاذ. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. العصر اغلب المفسرين الصلوات دي عام يا ولا كل الصلوات يا استاذ. العصر دي خاص اسمه اطناب بعطف الخاص على العام او بذكر الخاص بعد العام. تعمل لك يا ولا. قال تعالى في القران تنزل الملائكه ليله القدر يا بابا والروح فيها سيدنا جبريل. الملائكة دي عام يا ولد. سيدنا جبريل روح دي خاص يا ولد. هذا يطبع في الخاص على العام او بذكر الخاص بعد العام. اصحى القيمة البلاغية ايه؟ التأكيد على شأن الخاص يعني وبالذات النحو. لا وبالذات بقى الصلاة وسط العصر عشان كان زمان الجو حر يا من النبي ينام يقيل يسحب لحد المغرب ويضيع العصر عليه. الملائكة عام لكن تعظيم مقام سيدنا جبريل اسمه اطنب بذكر الخاص بعد العام وبيجي في أماكن محدودة. الأستاذ ينبهها لك الصبرة قدامك هنمسحها كده. يلا يا عسل. قال شوق خش بقى النصوص. اختلاف النهار والليل ينسي اذكر لي الصبا. الطفولة يا ولا
تبقى 6 سنين ياما. خدت من ايام الصيبة ايام، كام يوم حلوين كده. ايوه ايوه يا عسل، ايوه يا غالي، هذا اطنب ذكر الخاص ايام الانس بعد العام للعناية بشأن الخاص. يسموا ذكر الخاص بعد العام او عطف الخاص على العام. في بقى العكس، ذكر العام بعد الخاص. يعني يا استاذ؟ يعني انا خلي بالك بجيب العام او ذكر العام بعد الخاص، بجيب الخاص الاول اهو وادي العام اهو، اسمه اطنب عطف العام على الخاص او ذكر العام بعد الخاص. ذكرت النحو، النحو يا ولا وفروع اللغة يا عسل، ده اسمه الخاص وده اسمه العام، اسمه عطف العام على الخاص او ذكر العام بعد الخاص للعناية بشأن الاثنين معا، للعناية بشأن الاثنين. قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، سيدنا نوح طبعا دي اكتر من آية في هذا المجال. رب اغفر لي هو ووالدي كده ابو ثلاثة، رب اغفر لي ليانا انا واحد يلا، ده سيدنا نوح عليه السلام وابوهم عليهم السلام عليه السلام ماشي ثلاثة، وللمؤمنين العام المؤمنين، الخاص هو والدي. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، اسمه ذكر العام بعد الخاص للعناية بشأن الاثنين معا. هذا اطناب من ضمن الوان الاطناب اللي معنا يا اخوان. السبورة قدامك يا باشا، استاذة ماشي اتعب شوية كده من فضلك، وللسبورة نطفت قدامك كده بص عليها يا فنم كما ترى، اطناب هكذا بحالتيه بهذه الصورة. الشاشة قدامك حبيبي كمل. في عندنا يا رجال اطناب بالتزيل، هو قدي الورا ولا قدام؟ اكيد ورا. بص بص يا غالية، بص يا ما ناس شطرة، ده بتشعر يا ولا، ده الشطر الاول يا بابا، ده التاني. لو جه الشطر التاني حكمة تزيل، زيل البيت بحكمة، ما انت خدتها في نص احمد شوقي. قال والعهد في الليالي تقسي او ده باول بيت تاني، او تحفظون عهودا لا اضيعها، ان الكرام بحفظ العهد تمتحن، دي حكمة. يا عم انت بتكلم صاحبك او صاحبتك بتقول له هو انت محافظ على العهد والوعد اللي بيني وبينك؟ هو انت محافظ على الحب اللي بيننا، على الوعد اللي بيننا؟ ليه؟ ان الحكم ان الكرام الانسان الكريم يختبر بحفظ الوعد، ده دي حكمه. يبقى التزييل مش الشاطر الاولاني، الثاني. ليه هو كده؟ الشاطر الثاني حكمه، زي يلا ديلك يا ولا، زي قول شوقي كلما مرت الليالي عليه رقة والعهد في الليالي تقسي، حكمه المعهود ان طول الليالي بتقسي، التزييل الشطر الثاني بس وحكمه، وما تخافش الاستاذ بيبينها لك. في اطناب بالتعليل، لما تبقى الجمله تعلل الاولى. قال تعالى واصبر على ما اصابك، ليه؟ ان ذلك من عزم الامور، اي لان ذلك، اسمه اطناب بالتعليل. لا مسمي، لو قلت لك العلاقه قل العلاقه تعليل، قال الاطناب قل اطناب بالتعليل، غير بس كلمه العلاقه تعليل او اطناب بالتعليل. في التكرار، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، هذا إطناب بالتكرار. أستاذنا حبيبي ده اسمه عندي الإطناب. أخيرا الإيجاز. الإيجاز أقسام ثلاثة مشهورة، في إيجاز بحذف الفاعل، وبحذر الشباب، الإيجاز بحذف الفاعل بيجي في صورة واحدة بس، أي فعل مبني للمجهول، وأوعى تجيب لي الفاعل مستتر زي حضر محمد وأكل، أكل هو، تقول لي إيجاز بحذف الفاعل يا ريس، حالة واحدة بس، اضبط نفسك. أي فعل مبني للمجهول إيجاز بحذف الفاعل. ضرب قتل عفوا بيكون مبني المجهول لحالتين أو لسببين، إما للعلم به أو للعموم. إيه بقى العلم به؟ توفي الرجل، من اللي توفى؟ الله. وإما العموم، واحد حط عربيته تحت البيت، السيارة اتسرقت، سرقت السيارة، من سرقها؟ الله أعلم. يبقى الحالة الوحيدة يا ابني عند البناء للمجهول فقط حذف الفعل. إذن أي فعل مبني للمجهول إيجاز بحذف الفعل. ساعات بنحذف المفعول به للعموم أو للعلم به، ند العلم به، اسمع مني كده بس برق له بصيت، حمني معلش. شاعر بيقول بقى، بيقول إذا ما نعمة وافت لغيري شكرت كأن لي فيها نصيبا. نوضح بقى ونترجم بالعربي، بيقول لو في نعمة جات لحد من جيراني، نعمة من عند ربنا، شكرت، هيشكر مين يا ولد؟ الله. حذف المفعول به للعلم به، شكرت الله. ساعات للعموم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل أي حاجة، اشرب أي حاجة عموم. تعال كده نشوف زي النص، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل أي حاجة،
بلاش تعمل لك كده، تعالى اختلاف النهار والليل ينسي، وسكت. ينسي مين؟ حذف المفعولين، ينسي الإنسان كل شيء، اسمه جذب حذف المفعول. في جذب حذف المبتدأ، وده بقى في ثالثة زي بكى الماء والهواء. فاكر الشوي عليه قال مستطار إذا البواخر رمت، أي قلبي مستطار، حذف المبتدأ. راهب في الضلوع، حذف المبتدأ، اسمه إيجازب حذف المبتدأ لأهمية الخبر. ساعة نحذف في أين ده؟ وطني، عادي جدا جدا ولا في حاجة. ماشي يا إخوانا؟ إذن قد تحذف عندنا إما الفاعل، أو ساعة بنحذف الفعل، إذن بحذف إما الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو يا إن ده. ساعة بنحذف الفعل بس مش عن قليل، في أسلوب الإغراء والتحذير، أقول لك يا محمد عاوز مني يا بابا، الصلاة الصلاة يا ولد، ده مفعول به، لفعل محذوف تقديره إلزم الصلاة يا ولد، حذفت الفعل. الجماعة اللي بيدخنوا، المدخنون والمدخنات، المشيشون والمشيشات، أقول لك يا ولد التدخين التدخينة، يعني احذر، اسمه يجاز بحذف الفعل في أسلوبي الإغراء والتحذير. أحبائي كان ده محتوى بلاغة أولى وتانية ثانوي كاملا، يلا معنا هذا التطبيق. حبيبي هذا التطبيق رائع، بسرعة كده نمر عليه. قطعة قالها الشاعر عنتر بن شداد، هنجيب نموذج من القديم ونموذج من الجديد. يقول عنتر: خلقت من الحديد أشد قلبا. ده عنتر بقى مش أي حد يا عم، بقول يا جدعان أنا قلبي حديد، وقد بلي الحديد وما بليت. الحديد يفنى ويتآكل بيصدي، لكن قلبي عمره ما يفنى، عمر ما يصدي. وفي الحرب العوان المتكررة ولدت طفلا. يابا ده انا مولود في الحرب يابا، مش متدلع ولا مرفة، لا ده انا اتولدت في الحرب. ومن لبن المعامع، معمع الحروب يعني، قد سقيت. الانسان بيرضع منين بقى؟ من ثدي امه. لا، عنترة شبر من لبن المعامع، الحرب كانت بترضعه، ارضع يا عنترة، يعني عنترة بقى ربيب الحروب. يقول: لقد ولدت في الحرب، نشأت فيها طفل، وشربت من لبن الحروب، فما للرمح في جسمي نصيب. نفش ولا رمح في جسمي يا ولد، ده عنترة. فما للرمح في جسمي نصيب، ولا للسيف في أعضاء قوت، يعني عمري ما في سيف قطع حتة من جسمي، عنترة بقى. طيب: وفي بيت، ولي بيت عفوا، على فلك الثريا، القبيلة بتاعته، بلي قبيلة، هذه القبيلة عظيمة، عالية للسماء توصل لفلك الثريا، تخر تخضع لعظم هيبته البيوت، كل قبائل العرب تنحني لقبيلة عبس. هكذا. طيب أما نبص كده، تعال نمشي بسرعة كده مع بعض، عاوزين طالب شاطر بس يكون واعي معنا، ونبدأ كده نتدلع مع بعض شوية. هل هنا في أسلوب إنشائي؟ تبقى جدع لو جبتها. في، عشان بس الوقت مفيش. يبقى خبر للتقرير. طيب نخبط كده بعض شوية، عاوز طالب شاطر وبنت جامدة تطلع محسن بديع من البيت الأول، تبقى جامدة، تبقى شاطر. يلا يلا اصحى. أحسنت، بلية، ما بليت، اسمه طبق مين يا ولا؟ سلب. هكذا احنا عاوزين طالب متميز. أنا مخبط في بعض. وفي الحرب العوان ولدت، طبعا ده قصر، لو نكمل مع بعض، في الحرب العون ولدت، قدم الجار والمجرور على الفعل ولدت، عظيم. طيب احنا عاوزين طالب شاطر، ولدت، ولد إجاز به ممتاز بحذف الفاعل، فعل مبني مجهول. ومن لبن المعامي قد سقيت، سقيت إجاز به حذف الفاعل، سقي عنترة مؤكد بقد. فما للرمح في جسمي نصيب، هكذا. ولا للسيف في أعضاء قوت، أنا عاوز طالب متميز قاعد معنا، الرمح والسيف فيها محسن بديع، لو جدع هاته تبقى جامد. فكر. أحسنت، مراعاة النظير، السيف والرمح، صحابي ولا. ولي بيت، ده مبتدا مؤخر، شبه جملة خبر مقدم، لي بيت، قصر بتقديم الجار والمجرور، وتنكير كلمة بيت للتعظيم، على ارتفع فلك الثريا، تخر تخضع ذل لعظم هيبته البيوت، بص على فوق فوق فوق، عالي بيعلى، عالي 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 فوق، تخر
تنزل تحت هذا طبق كما ترى. طبعا العاطفة عندنا الفخر، أشهر الصور يعني أمل من لبن المعامع. هذه استعارة بيصور كما قلنا عندنا إن يا أخواننا المعامع الحر أم هكذا، بطبعا ترضع مين؟ عنترة. تخر البيوت هكذا استعارة بيشبه هذه البيوت بأشخاص تخر. نبدأ كده بالأسئلة بسرعة عشان بس الوقت. الإيجاز في قولي خلقت، هذا إيجاز بماذا؟ بحذف الفعل أم المفعول أم المبتدأ أم الموصوف؟ فعل مبني المجهول، بص خلقت إيجاز بحذف الفاعل. جمع حضرتك كده عندنا كلمة المعامع، ده سؤال جميل جدا بيفيد التعظيم التقليل الكثرة التنبيه، ها فكر كده. طبعا يعملك بص وفي الكلمة ومن لبن المعامع الحروب، فطبعا جابها جمع له فيه الكثرة، يعني عنترة عاش وسط الحروب فالجمع الكثرة أي كثرة الحروب. اللون البديع في كلمة بلية وما بليته، جناس ولا طبق سلب ولا طبق إيجاب ولا ناقص؟ أجب طبق سلب. في الحرب العوان ولدت طفلا، ها في الحرب العوان ولدت، قصد تقديم مين؟ المفعول الخبر الجار والمجرور على الفعل الظرف، الإجابة الجار والمجرور. تنكير بيت لبيت، لما يكون بيعظم حاجة بتعظيم بيحقر كان أقولها كده قبيح كذب، يبقى ده بنسميه عندنا تحقير، لكن لي بيت تعظيم تقليله عموم تنبيه تعظيم. اللون البديع في كلمة الرمح والسيف، رمح وسيف مراعاة النظير. أسلوب الأبيات اللي خدناه ما كانش في أمر أو غيره، يبقى هذا كان أسلوب خبري لا في أمر ولا نهي ولا استفهام ولا غيره. سيادتك عندنا التعبير بالفعل تخر توحب ماذا عندنا؟ توحب الموت بالفناء بالخيبة بالذل بالخضوع، تخر كل القبائل توحب الذل. بلي الحديد وما بليت، بلي الحديد وأنا لم أفنى، هنا استعارة هنا مكنية كناية مجازي. طبعا بلي الحديد جملة عادية ليس فيها عندنا كما قلنا استعارة أو خيال، دي كناية عن قوة عنترة. 11 العاطفة المسيطرة على الشركة إيه يا أخوانا؟ التعظيم أم الفخر أم التذلل؟ لا طبعا الفخر، عن طرف يفتخر بنفسه. بعده أجب عن أحد السؤالين، أي التعبيرين أجمل؟ خلقت من الحديد أشد قلب ولا طبعا أشد ساعد؟ طبعا أشد قلب، لأن طبعا القلب ده القوة المعنوية. أما ممكن أن أدي جندي سلاح وإنسان جبان يجري، لكن ده قلبه حديد، فالأجمل أن القوة المعنوية أشد من القوة الجسمية، كما أن القلب مركز القوة والشجاعة. إيه المغزى الضمني؟ هدف عنترة من هذا النص هو الفخر والاعتزاز. أثر البيئة كتير جدا، كل من طلب من سيادتك استخدام الحديد في الصناعة، برضو قدام سيادتك عندنا كثرة الحروب والصراعات، كذلك عندنا شرب اللبن من الأم ده من البيئة استخدام الرمح، وكذلك عندنا بيوت السادة دي بتكون أعلى بيوت وأرفع البيوت. أحبائي سريعا معلش هتعبك كده شوية، خمس دقايق بس فاضلين معنا في البلاغة عشان ما أحرمكش من هذا النموذج. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي داعيا للتفاؤل، أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى. همر بسرعة عليها، بقول أحسن للناس أمر في معنى النصح، حتى لو ما حدش قدم لك الشكر، أنت بتعمل الخير لوجه الله ما تطلبش من الناس ثناء. طيب أي الجزاء؟ الله عليك، أي الجزاء؟ الغيث يبغي إنهما، المطر لما بينزل من السماء ونشرب مية والزرع يكبر والطير يشرب، هل المطر مستني حد يشكره؟ أبدا. أي الجزاء؟ بقولك أحسن للناس ولا تنتظر منهم ثناء، خليك زي المطر ينزل لكل مكان ويكمل الدنيا ويغرقها خير ولا ينتظر من أحد الثناء. أي الجزاء؟ الغيث يبغي إنهما، استفهام للنفي، عارف ليه؟ بينفي ان المطر الغيث ينتظر منا الثناء. من ذا يكافئ زهرة فواحة؟ نفي، هي الزهرة الجميلة لما تديك الريحة الحلوة تنتظر منك مكافأة؟ أبدا نفي. أو من ذا يثيب البلبل المترنمة؟ هو العصفور الجميل والبلبل الجميل لما يغرد تستمتع بالصوت بتاعه
مستني منك مكافأة وعطاء، لا نفي. الأبيات بيتعلمك معنى العطاء. عد احسب مبني المجرور اهو، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرما. أيوة بقول لك إيه، أقعد عد المحسنين الكرماء اللي في الدنيا، ها هتلاقيها غريبة. هتلاقي إن المطر وهتلاقي إن الزهرة وهتلاقي إن البلبل أكرم من هذا. يبقى إذن طبيعة الدنيا العطاء، فالأزهار والبلابل والغيث تعطي بلا مقابل. يا صاحي تنبيه، يا صاحبي خذ أمر للنصح، علم المحبة منهما. اتعلم حب الحياة، حب الدنيا من الطبيعة. ليه بقى؟ تعليل، إني وجدت الحب علما قيما. الحب علم جميل، تبقى محبوب مألوف، والتشبيه رائع رائع. الحب علم قيم. تعال نشوف الأسئلة. الفعل أحسن في البيت الأول، أمر غرضه النصح، تعظيم تنبيه لوم، طبعا النصح أحسن. البيت الثاني، لم تجز إلا بالثنى. لم تجز إجاز بحذفه، تجز الفاعل مبني المجهول. طيب أي الجزاء الغيث يبغي إنهما سين. هل الغيث ينتظر الجزاء؟ كلا، يبقى نفي تقرير استنكار نفي. مصدر الموسيقى في البيت الأول، لا ترجع له بسرعة، اجري اجري كده اهو، الثنى هما. وقال لي هما دي بليه يا راجل، دي ألف لينا. بص الثنى هما تصريع يا ولد، والتصريع طبعا كما قلنا اتفاق نهاية الشطر الأول هكذا تصريع. أربعة، زهرة فواحة، بلبل مترنم، بينهم نظير، تقسيم ازدواج جناس. طبعا عندنا حسن التقسيم، لا ده اسمه مراعاة النظير، لأن الريحة مرتبطة بالزهرة والبلبل له غناء، حاجتين مرتبطين ببعض، مراعاة النظير. طبعا ازدواج دي همزة وصل يا حبيبي. بعده كمل كده، العلاقة الضمنية، تجد هذين منهم أكرم. الله عليك، تعال بقول لك، تعالى تعالي تعالى، ما تسيبنيش تجريش، اقعد مكانك، اقعدي اصبر كده، جات لك اهي، تعال بقول لك. بص يا ولا، عد امر يا ولا، طلب الكرام المحسنين وقسهم بما، النتيجة تجد، جاوب طلب يا عسل انت وهو، هيتخذ السند واحد الخمسة. اقول لك ايه، بص اطع ربك تسعد، احترم الناس تنجح. لما انا اعد الكرام النتيجة ستجد، يبقى دي نتيجة على طول، العلاقة دي نتيجة، نتيجة لما قبلها. شوف كيف سيادتك كده معنا، وصلنا العلاقة الضمنية نتيجة هكذا. طيب حضرتك احنا طبعا في اللي فوق عشان نعفهم، في الصبورة جريت مني كده يا حبيب، انا فوق يا اخواننا. تجد هذين نتيجة، غرض ان يا صاحي يا صاحبي، مش تعظيم، لما هو قال يا صاحب امر او نهى يبقى ده بنسميه التنبيه، يا صاحي هكذا. العلاقة الضمنية، اني وجدت، اخر بيت الخذ علم المحبة منهم، لاني وجدت، لاني تعليل. في البيت الثاني، يكافئ ويثيب، اطنبي يكافئ ويثيب، قول انت بقى، تكرار ترادف تفصيل تقابل، ها ما المكافأة هي الثواب، هذا يطلب عندنا بالترادف. ما اللون البياني، علم المحبة، تشبيه ولا استعارة ولا كنية ولا مجاز، علم المحبة، المحبة علم، زي نور العلم، المحبة علم، المحبة مشبه، العلم مشبه به، تشبيه بليغ. هذه الأبيات تعد من الشعر التاريخي الأدبي الإنساني الفلسفي، طبعا الإنساني عشان بيدعوك إلى العطاء. تجد هذين منهم أكرم، قصر التقديم، تجد هذين أكرم منهم، قدم الجار والمجرور بهذه الصورة. تجد أنت عارف أن الفعل واجد بينصب مفعولين، تجد هذين مفعول بأول، أكرم مفعول بثاني، فقدم الجار والمجرور على من المفعول به. حبيبي سعدت بيكم، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب إن شاء الله بإذن الله عز وجل. لحد حابب يتابع معنا في بيت محاضرة المنهج،
عندك على إيديو أكت التعليمية تابعنا. أدعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق والنجاح، سعدت بكم، إلى لقاء في مراجعة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.